الحمد لله يعني اولا الحمد لله الفوز يعني 3 بوين كيف قلنا غتكون غاليه باش نكملوا داك النتائج الايجابيه نكملوا في داك المسار الصحيح اللي غادي فيه الفريق. عرفنا واش تكون مباراه صعيبه امام فريق اللي حتى هو مسموح ليه بالخطا فريق اللي كيعاني في اسفل الترتيب. دخلنا عازمين الحمد لله الدراري كانوا في مستوى كنا رجال. كنشكر جماهير الحجاج بقوه ساندتنا حتى اخر دقيقه ونتمنوا ان شاء الله كل شيء يكون واعي بمسؤوليه ان شاء الله ونجيبوا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله من قلب كوت ديفوار ان شاء الله.